احنا الحمد لله يعني عندنا فرقة كويسة بفضل الله، بنشكر النادي الاهلي. وانا عايز اشكر بالاخص، عشان نسيت اشكره قبل كده، الكابتن عادل القيعي. ان الكابتن عادل القيعي معظم الصفقات اللي حصلت، يعني موضوع ايهاب امين، انا اول ما كلمت كابتن محمود الخطيب قال لي كلم عادل. كابتن عادلي في تلت ساعه كان اتفق مع نادي سبورتنج. ان الناس ما تعرفوش بقى ان علشان نخلص عقده، كان الكلام ده في العيد الكبير تقريبا، الكابتن عادلي تقريبا ما عيدش، لان خلص عقده في الـ في الـ في الـ في, الـ في الساحل. فكان على طول، فاحنا تعبنا جدا الكابتن عادلي. فموضوع الجيش، كابتن عادلي وكابتن خالد مرتجي تعبوا جدا في المواضيع، اللي هو الولدين بتوع الجيش. في موضوع الولد الصغير ده نقله، اللي اسمه عبد الله بتاع ده نقله، ده طارق الجنام الجديد، حاجه. بشكر برضو كابتن عادلي، اقنع كابتن الخطيب وبدانا نتحرك الحمد لله، يعني مع اسامه ابو زيد وكده، استاذ اسامه ابو زيد، والدنيا اتحسنت، يعني خلصنا الموضوع. فلازم اشكر يعني كابتن عادل.